محمد هشام فاعل جمعوي بباريس. المعرض اللي تنزوروه اليوم واللي غادي يكون الافتتاح ديالو الرسمي الفنان بوعبيد المكناسي يوثق الصور جل المرأة المغربية بباريس، وهو خليط من الفنانات المبدعات الرسامات المغنيات كذلك رجالات الأعمال التي وربات البيوت اللي هما في باريس. ورغم محنة الغربة ومحنة العمل الشاق، وانتم كاملين تتعرفوا بأنه العمل بباريس جد مضني، فكين النساء هنا لمعات في ميادين شتى، وهذا المعرض يعطي اللمسات الفنية للمبدع بوعبيد المكناسي باش يوثق لهذا المرأة المغربية المقيمة في باريس. قدر القيسي من باريس، جيت اليوم باش نحضر لهذا المعرض ديال السي بوعبيد المكناسي اللي كيحتفي به النساء المغربيات في هذه المناسبة ديال اليوم العالمي لحقوق المرأة. وهذه بادرة طيبة في الحقيقة اللي كنحييه من هذا المنبر عليها. بصفتي أستاذة التعليم الابتدائي بأستاذة اللغة العربية بمدرسة مغربية بكولوم، كنحيي من هذا المنبر السي بوعبيد اللي حيا النساء بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وعطى فرصة لتقديم نظرة على هذه النساء وعلى الأعمال التي قاموا بها. وهذه بادرة طيبة من كتشرف المغاربة وكتشرفنا احنا كمغاربة في الخارج. رغد عبد القادر كيشرفني باش نحضر لهذا المعرض ديال الأخ بوعبيد المكناسي اللي واحد الإنسان عزيز عليه الصور. وبوعبيد المكناسي إنسان معروف في فن الصور اللي كيشرفنا كمغاربة أن الإنسان اللي أعطانا صور منذ التسعينات القرن الماضي، صور جد مهمة بالنسبة للجالية المغربية ولا بالنسبة للمغرب. وكيشرفني حيت كنحضر لهذا المعرض ديالو ديال الصور، وخاصة أنه كان واحد الصورة جميلة جدا، هي أول امرأة سائقت تاكسي في فرنسا من باريس، ومنذ 40 سنة وهي كتشتغل، وخذنا واحد الصورة كيشرفنا وشرفنا المغاربة. نشكروا السي بوعبيد المكناسي، واحد الإنسان فخور وطيب اللي نفتخروا به كمغاربة. مساء الخير، احنا الآن في اللمسات الأخيرة ديال تهيئ المعرض ديال الفنان بوعبيد المكناسي الفوتوغرافي، وهو هذا المعرض الأول ديالو تكريما للمرأة بمناسبة احتفال المرأة، والمرأة دائما كنحتفلوا بها هي تشفق راسنا، لكن كتبقى الرمزية ديال الاحتفالية بها في هذه المناسبة ديال اللي مارس. فقرر السي بوعبيد بتعاون مع سفارة المملكة المغربية ومؤسسة دار المغرب باش يتنظم هذا المعرض، لأنه أولا احتفاء بالمرأة، ثانيا هو لنشر ثقافة الصورة في المجتمعات المغربية. وبطبيعة الحال غادي نقول شيء في حق هذا الفنان العصامي اللي كيشتغل وكيشتهد من أجل توثيق المغاربة مغاربة العالم بباريس. فالعدسة ديالو أصبحت الآن تعتبر جزء من الذاكرة ديال الجالية المغربية. ففي الحقيقة أنه دار عمل جبار، والجميل هو أنه يشتغل على التوثيق بجمالية الصورة بإبداع معين. فنتمنى أن كل الزوار اللي غادي يحجوا اليوم إن شاء الله لهذا المعرض يكون تنال إعجابهم هذه الأسماء الوازنة، منهم إعلاميين، سياسيين، مبدعات في مجالات معينة، المسرح والموسيقى ومجموعة ديال الأنماط اللي وثقت لها عدسة بوعبيد المكناسي. والعنوان ديال المعرض أعطاه اسم ديال المرأة المغربية بباريس، بمعنى كل الناس اللي زاروا باريس، كل الناس المقيمين بباريس ويقومون عندهم تأثير في المجتمع الباريسي، إلا وثقت لهم عدسة بوعبيد المكناسي. كنتمنى للسي بوعبيد المكناسي المزيد من التوفيق والتألق. شكرا جزيلا لكل المنابر الإعلامية اللي واكبت هذا الحدث اللي كنعتبره أنا جزء من ذاكرة الجالية المغربية.